من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيفان أحلى غدوة. يا فهم على راديو، اهلا وسهلا ويا مرحبا. نسلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا، داخل او خارج حدود الوطن، وين ما يصل لكم صوتي يا فهم. نقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم اسعد الايام، جمعه مباركه لنا جميعا. حلقه الجمعه 19 أفريل 2024، نرجع فيها من بعد شويه على حصريات ومعطيات جديده في شان القبض على ارهابيين جدد ومصنفين خطير جدا. بعد شويه ناخذوا حصريات كما قلت، القاء القبض على ارهابي ثالث اليوم الصباح، اكثر معطيات واكثر ديتايم بعد شويه تلقاوهم. نحكيو زاد على الجديد، الجهات والاقاليم، شنو هو الجديد في الموضوع هذا وشنو هو اخر النقاط. هل تم فعلا ولا هل ماشيين فعلا في الغاء موسم الغريبه السنه في جربه؟ هل ماشيين في الاقتراح هذايا ولا تم اخذ القرار هذايا؟ بعد شوي نعطيكم الإجابة. كيف كيف نحكي وكرة آخر اللمسات بين التراجي وسان داونز غدوة تقريبا الوقت هذا، نبدأ نستنيه في المباراة، نحب نعرفه ممثل الكرة التونسية كيفاش باش يكون من جهته. مدرب سان داونز يشيد بدور جماهير التراجي ويقول أنه جمهور التراجي من أحسن 5 جماهير في إفريقيا وقادر أنه يصنع الفارق في المباراة. انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم، حوصلة عامة، شنو صاير، شكون ماشي شكون مش ماشي، شكون القائمة نتاعو باش تتعدى وتتيح، وغيره من النقاط نحكيهم مع الفريق والمجموعة اللي باش نتعرفوا عليهم تو سويت. البداية بالكابتن الروائي خالد علي تويتي. خلود مرحبا. مرحبا بك، مرحبا محمد، مستمعي ومستمعات. اقرب لي شوية الميكرو خالد. مستمعي ومستمعات اي اف ام، ثم اليوم محمد حاجتين، حاجة فرحتني وحاجة حزنتني. خير إن شاء الله. والله مشيت للجمعة محمد اليوم، ما شاء الله العباد جيت، خدت ما تعرف بعد رمضان تتنقص، أما الحمد لله ما شاء الله. اليوم وين صليت اليوم؟ في المروج. في المروج. اليوم كحكي الإمام على الكتاب، أيوة. معرض الكتاب كعطاء العداد محمد شي حشم قديش ما نقرأ وش نحن، قال نحن أمة أقرأ. أمة أقرأ معناها أول حاجة هبطت علينا أقرأ، مش نقرأ مش نقرأ على العباد، فما حاجات نحن مانيش، لكن محمد فما حاجة في القراية كي خلطت هنا نسمع في عمك حسن نقرأ المركز دراد شوشاز لالا بيز درجنية. والله محمد كنت كي نبدأ طالع في الكرف عندي كتاب سوديكو حكم تاع لي شيف، بدلته بالكتاب وليت نقرأ. ممتاز. فما فرق رو بين تقرأ في التليفون ولا بين تقرأ في الكتاب. انت شو تلقى محمد كأكثر. فيها بنا وفيها شيخة تحب تعيش مع أي مع أي مع أي عصر تحب تعيش مع الصحابة. تلقى الحديث، تحب تعيش في القرن العاشر تلقى في القرن الثناش. ممتاز. يعني انت والكتاب اللي تحب تتبع. آخر كتاب قريته خالد بربي هكا على الطاير؟ ما نحبش نقول عليه، قاعد نكتب في كتاب على خاطر المشكلة بين القاري والقاري فما نويا خالد يقرأ صحيح مش تشي في مخه. ايوه اللي يقراه يمشي على روحه، هي ما يقرا على القليل يونسوا في الطريق ولا ينسى اللي يقراه. المشكل بينه نعمل في جد ورونج. سيد العربي سنقريس معنا سودك ديريكت سنقور. مرحبا. مرحبا بك خويا محمد، ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات هي فيهم، ونسلموا على الناس اللي في الكياس. انا نموت على الكياس. أيوة. لانه الناس توا في طنبق الكياس، تاكسيات والناس، رئيس ركن الكياس انتوني في البرنامج، ركن الكياس. أيوة. نسلموا على جماعه الكياس خاطر تعبين راهو. أيوة. اللي تجري باش تروح بولدها من الروضه، والتاكسيست اللي صحيح دوزيام ساعات ما يتعديش، وساعات لومبرياش شويه، وفما اللي قلقوه في السيركيلاسيون بزيد كورس. على كل حال ربي يعينهم وربي يعاونهم، وان شاء الله ديما شيخين باه شيخان شيخان باه. سي خالد علاقته مثلا مع المجموعه خذا منها الايجابي، بطل الدخان واحد. ما من مخالطته مع حسنين رئيس التحرير ولا يقرا في الكتب. انت شنو استفدت من المجموعه؟ شنو زد؟ شنو زدناك؟ زدناك ساعات نبدا قاعد وحدي نتكلم في قبر، نتكلم وحدي يعني حاجه نكتب نحن في الخايب نحن بريناك نتكلم وحدي ساعات بعد في قبر وحدي خل بعض. ايوه. شنو اكثر كلمه وليت تقولها تزادت القاموس ما كنتش تقولها؟ سيدي محمد. هذه جديدة. سيد رئيس التحرير حسنين، مساء النور مساء الأنوار. مرحبا بالسيد حسن بن عثمان. ربي يفضلك سيدي محمد. أما أنا أتمنى لا بعدين. أي أيوه أيوه شو نقول لك يا أخي، الكتاب خير أنيس
في الأنام أو في كذا في الزمان أو في الأنام أو في الليل. يعني الكتاب هو كي تشد الكتاب تقرأ الكتاب لا يخلق لا حد شيء، كل شيء كان فيه أفكار يعني توتر يعني تخليك يعني في حالة انتباه وحذر وترقب. والكتب يعني ما هي علاقة بالكتب هذه، مش أنا كل واحد كيفاش اللي بدأ من حياته من الأول وعنده علاقة بالكتاب تظل هذه العلاقة وتتطور تزيد. ولكن يعني كما قال أخويا خالد يعني وقال إمام الجمعة أيوة. نحن أمة الكتاب وأمة اقرأ ولكن لا نقرأ أخي لا نقرأ لا نقرأ حتى الكتاب الكتاب القرآن الكريم ما نقرأوش لطف. ولكن حتى كي نقرأه ما نفهموش. تعرفش علاش ما نفهموش؟ علش. لأنه ما نقرأوش الكتب التي تحف به. لأنه ما تنيمش تفهم القرآن الكتاب الكريم يعني إذا كان ما عندكش عدة وسلاح وعندك في اللغة وعندك في التاريخ وعندك في الكذا وعندك كيفاش تحاول تفهم الكلمة هذه لكي يفتح لك صدره ويفتح لك صدرك أيضا القرآن الكريم حاجة عظمى. تتفكر قناة اقرأ وعمرو خالد ذاك وقت تتفكروا؟ نفكر كان فيها برامج باهية. أنا منش مغروم بعمرو خالد. عمرو خالد ليه؟ كيف المراهقين والمراهقات الناس ذلي تبكي وذلي سيدنا عمر ثم يلثغ هو بكاللثغ يعني متاع وربعينه يا أخي. أما أنا قولي بلكش حاسس خاطر يصور ملايين الملايين الملايين الملايين. نقول لك يا أخي ربك سبحانه يؤتي رزقه. إنما السعودية وكجماعة الإسلام ذاك البترول دولار يصرفوا فلوسه في جهات معينة صح عليه. باهي انت مش تسلم على المستمعين يا أخي. ألهكتني مبارك حمد ألهكتني أنا ألهوذو السادة المستمعين والمستمعات نسلم عليكم في الداخل في التاكسيات وفي السيارات والبرة وفي كل مكان. وثم واحد من المستمعين الأذكياء سبني ولي شكرني والله مدحني أو قدحني من عارفش قال لي جراند جيرل. إيش معناها جراند جيرل؟ معناها بثرثار طيب نقول لك في الأفضل. أسمع الثرثار ما يحط لي بفردور أيوه. ولكن زي جراند جيرل لا تخلو من المديح فاهم فاهم العفريت أيوه؟ والعفريت وربي قيد العفريت وربي يستر يا جماعة واضح عربي أوفردوز أي بسرعة بسرعة أي على ولا نسيت حط نرجع لك مالي خلنا نعطيه الكلمة الخلود الجرهاني تحضر بحذنا اليوم. خلود مرحبا يا عايشك. مرحبا بك محمد. مرحبا بكم الناس الكل. فرحانة كالعادة لينا بحذيكم. سلموا على الناس اللي يسمعوا فينا الكل كسوا في كرهبهم في ديارهم ولا اللي حطوا راديو بالذمة باش يسمعونا ممتاز. سلموا عليهم سبيسيال مو. عندي سؤال لك خلود باش نبدأ بيه الحلقة معك. كي قلت باش تلتحق بالفريق دوامة وإيا فيه مش قالوا لك الناس ما شكون باش تولي تخدم ديرك؟ ديريكتومون أول حاجة قالوا لي باش تمشي مع عربي سنقري في إيا فيه. أيوا تشوف سي العربي نجومي تكون وصلت. أي سي محمد تنجم كمل الشر مش مازال فيه. أيوا خليني نجي ترى جرب قدم أنت الدخلة على البرنامج. عامل أنت الدخلة على البرنامج ترى سيد المخرج عاود اعطينا لا 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 باش نجرب لك الدخل. كيفاش مسكين مونتي سلم على المستمعين وعلى الفريق. اي حذر روحك 3 2 1 سيد المخرج اعطينا الدخله من الاول. مرحبا بكم لحظه مرحبا بكم المستمعين والمستمعات ويا مرحبا. باش تفتفها انت مسروقه ايوه بالاول لازمني نتفتف من بعد تو نشدني. ومرحبا بسي حسن ايوه الثرثار هكا اي لا طول لان معناتها مقدم. مرحبا بخالد علي له حسني اخلاقي له كاتب وله روائي خليهم في الدار وجاء لطيف. اسمع التقديم خالد له كاتب وله روائي واهلا بمحمد المبتدأ في عالم التنشيط. في عالم التنشيط خرق العاده واللي دار تسمع فيه. كانت هذه اخر حلقه العربي سنقريه اليوم. حسنين تطلب الكلمه اليوم معرض الكتاب. حسنين اي بربي قبل معرض الكتاب فما حاجه اخرى جميله خلينا من معرض الكتاب هذه موضوع يحيرني خاطر عربي خالد احكي اليوتيوب الحصة متاع البارح ثم دعوة جتنا تكررت مرتين. أش قالون؟ ثم جماعة يعني في لوس أنجلوس توانسة قالونا حم نظمو شهر مستدعينا ولي أسبوع والله ما نعم زيد ثبت هما يجيبوا لنا جماعة ونقعدوا شهر. لا 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 ما نقعدش يا ودينا وقتي ثمين جدا هذا ذي كم شينا ما بعرفنا نتحبش يا ودي مع بعضنا الواه مع عربي وخالد يا ودينا ما نحبش نمشي مع ذكورة أيوة
يقول ان السيد هذا راهو يعني ما يستدعينا بالالحاح وبحفاوه وانا نجم نستضيفوكم الجاليه التونسيه اللي في لوس انجلوس وفي فلوريدا. فلوريدا يا سبحان الله مال التونس اللهم صل يعني موجودين في يعني انا هذا تتكفل انت بالتنسيق هو حبيبي هم يتكفلوا هم قال لك ان يبعثوا لكم التذاكر والاقامه والاكل والشرب أيوة. يعني والشوكولاته تمشي لامريكا فاللي خدمت تامين في احضان الخارج نرتمي انا نحب الاحضان اي سيدي السيد العربي سنقريه عندك في الدخله موضوع العكس خالد اللي بدا اليوم بحاجه ايجابيه قال فرحان شفت حاجه ايجابيه سنقور غير راضي على لقطه شافها اليوم يحكي لنا عليها توتسويت. والله اليوم اخوي محمد في البوسطه معناتها شاد الصف قدامي مواطن تونسي على ما يبدو عاش في فرنسا ولا عمل الاسكال في فرنسا ولا من عشنو القصه نتاعو جيب يعني اشكاره يجي يبعثها كولي الموظفه كل تربية قتلوا بليرة رغم تنجمش يلزم تحطها في كرذونة باش تبدا تمشي الامور بليه اجراءات التوعد ايه ويا ريت وما قالت له علاش لانه السيد على ما يبدو عمره 50 وسنه 55 وكانه عاش في فرنسا 80 سنه ايوه اعطانا دروس تاع اوروبا كامله قرأ في فرنسا مش هكا وذية مش بليت وردنا وذية وفي فرنسا يعملوا هكا وسيبا نورمال حاسيد وحط فرنسا البريمير دوزيام وتروزيام وكاتريام وسانكيام فرنسا كلها بطها غادي فك البوستة واعطانا دروس متاع فرنسا يا للأمانة الموظفة محترمة لدرجة كبيرة شكرا الناس اللي تخدم في البوسطه في البريد التونسي صحيح. على حسن اخلاقهم وسعت بينا معاه بربي يا ناس شويه راهو نحن ما عادش تقول انت راك تونسي يا سيد وبطاقه تعريفك تونسيه وناكد لك راك مولود في تونس وحتى كان مشيت لفرنسا راهم عاملوك من اتعس ايامات حياتك عديتها في فرنسا تكد وتعمل باش روحت لتونس كان جيت عايش في فرنسا مرتاح رقعت راك روحت لتونس ولذا يا سيد راهي هذيك بلادنا واحترموا يزيونا مع الافلام الخطاب اللي الخطاب الخطاب القديم والمقزز والتعيس تعتبره تعيس الخطاب تعيس واضح تحيه ساعه لكل جاليتنا في خارج حدود الوطن هذا مثال ما يمثلش الاغلبيه ولا لكن موجود نوع الخطاب هذا زاده اللي وانا شفت زاده مره ناس يحكي هكا على اي اجراء باش تعاملوا معاه شنو هو هالبلاد وش بينا ولينا هكا وكان في فرنسا ما يعملوا ليش وكان في فرنسا ما يقدوا ليش فشنو الخطاب هذا اللي يعتبره تعيس سي العربي شنو رايك حسنين انا اعتبره قليل تحيه ايوه فما ناس يعني تو باهي بجاه ربي نحن معناها المهاجرين نتاعنا سواء كان من عمال او غير عمال او حتى عاصيين غادي وكذا كانت في الستينات وفي السبعينات في تنبك الهجره يعني الشرعيه وكانت ما فماش فيزات وكذا وكان القورة حاجتهم برشا يعني بتوانسة يد عاملة خاصة هزوا برشا للمال من قريتي أنا أغلبنا الألمان في ألماني الكل تولينا غير ألمان خالك عندك خالك انت عندي خالي وبنت خالي وخلت خالي وعم خالي وولاد عماتي الكل تولاد عندي أولاد عمات أربع أولاد عمات فيه ليش ما مشيتش انت ولا يا اخي ما انا ما انفع ما لا تغريني هذه الموضوع حتى هم خدموا يعني في السياحه ايوه ما تعرف كذا ودبروا يعني شكلوا ومشوا انا ما خليني شكلوا نسوا واخذوا فتيات واموروا كذا وكانوا عدوا في زعفيسة ويجيبوا بسيارات وفي يجوا في حلال فخمه ايوه وكذا كذا وعقدوا الشعب التونسي بانه هكا هو يجي معناه واحد يمشي فلاح مش فلاح عامل فلاح ايوه كيما خالي مثلا ايوه وهذا يرجع بعد ويم يبرلي بالوح خالي محسن الله يرحمه ينام علي رحمة رجل الله. عظيم كان أيوة. يحبه برش جاي لبس مش جينك شارلي ستومب أكل أسمع جلوالي لوتا في رجليه أيوة. يفحفح بالواحد ومريات ومش شعره ندرك فينه ويسمع في جيمس براون جاي بواحد تفتاف تفتاف أسمع شيخة شعره ألماني كارش ألماني ولا وكذا وخذي ألماني شعره كارش أي. يعرف خالك يعرف خالك عربي يظهر خالو كيك
ومش طويل برشا يعني وصباته يلبس 44 ما يهمش يجاوب مش مشكله أيوة. خليه كمل نرجع يعني تو ولكن كانوا يعني لطفاه هؤلاء كانوا لطفاه يتظاهرون هكذا تو فما بعض يتظاهرون بلا محتوى لا عنده سياره لا عنده هو ولا عنده فلوس أيوة. ويجي يظهر يتقبح يقول لك هل كنت في فرنسا ولا عشت في فرنسا وعند وشنو البلاد المتخلفه وستخلفوا أيوة. وش هذا قال لك ما ينكر في اصله كان حشاك الكلب ما ايه ما حسنين هل فرنسا خير منا بياسر بالشكل هذا والله فرنسا هي محسوبه من دول العالم الثالث قسما بالله يعني رحمه بابا نحن نعرف الناس اللي تعرف البلدان وعاشت برشا في البلدان اكثر مني بكثير ايوه فرنسا بارابول عندي صاحبي يحيى هو يعرفه خالد في بريطانيا يعني قال لي معناها البريطانيين الانجليز والعالم المتقدم ينظر باريس توا كان تبع العالم الثالث واضح. يعني حالتها يعني تشبهن ممتاز خلود شنو رايك في نوع الخطاب هذا موجود مالوريزمون موجود موجود بيان سور انا الحقيقه الحاجه اللي حبيت نقولها العباد هذوما اللي عاشوا اون اوروب ولا عاشوا البرا ويشوفوا في النظام هذا واستنسوا بيه وولت عاده من عويدهم علاش كي نشوفوهم في الكيس نشوفوا كرهبه بلاكه نتاعها كانت تعيش البرا ونشوفوه يسوق بالطريقه هذيك معناتها انت كي كنت تعيش في البلاد اللي كنت تعيش فيها تنجم تقف نامبورت كومون والا دور دوره من غير ما تشعل كلينوتان ولا حاجه علاش التربيه والاخلاق والنظام اللي تعلمته اون اوروب ما تجيش تعيش به في تونس علاش تذم كان البلاد وتشوف كان الحاجات نيجاتيف ممتاز والله ممتاز يا اخويا انت احنا عنا حاجه خايبه وانت الحاجه خايبه ما عجبتكش اما علاش انت النظام اللي انت عشت فيها علاش ما جيتش عايش به في تونس ممتاز وحقيقي خلود تعرف حسنين وانا صغير شويه في العمر تغرمت ياسر بالمانيا وقريت اللغه الالمانيه وكنت نحب نكمل قرايتي في المانيا وشات الاقدار اني كنت باش نكمل في المانيا بعد اول زياره مشيت لالمانيا روحت هكا منبهر شويه بالنظام تاع المانيا وتاع الدوله هذيك وكيفاش البيتون يقف في الضوء حتى كان الكياس فارغ فاول ما روحت وقفت في الضوء تاع البيتون بعد الكاتدرال هوني في شارع ببورقيبه بعد الكاتدرال وقفت وانا لابس لونيتي كيك وفيق كان بموات نشدني من يدي وحبي عديني يسخيبني كفيف واقف شوف الوصف بتاع التوانس ايوه خالد صار ما يثرش عليك ملي ماني لابس لونيت وواقف واحد في الفيو العباد متعدي جا شدني والله يرحم والديه السيد ايوه فما حاجه قالتها خلود وانت قريت في الماني محمد شوف في تونس كي تدور بالسيب تلقى الناس المنظمين اللي تلقى كرهبته تلقى الطارقه الماني اللي جايين من ايطاليا ومن فرنسا لا ما نجمعوش لا 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 مش نجمع ما تجمعش نحكي لك باهي باهي فما البعض الاحتراف اللي تلقى كرهبهم ديما في الكياس منظمين ممتاز ما خممتش ايطاليا كل حتى على الميد ما خممتش في الخروج وانت صغير ما حبيتش تخرج من تونس العربي والله خرجت انا وين مشي خرجت اسبانيا لا لا تخرج تستقر مش فواياجي اي عام 91 اي وين مشيت لالمانيا كنت ماشي والله شنو باش تمشي تحمل كنت امي الله يرحمها كانت السفاره قلت له ثلاثه نحن ماشيين ثلاثه قلت لها عربي نو نو ما تعرفش تكلمي نو قلت لها اسمه كاو مشيت من غدوه نلقاهم هما خذوا الفيزا وانا عربي انت برك شتبوا عليك شكرا ليك ما يحبوش الناس مشبوهير مشبوه هذا من الاول ما شنو هم علاش رفضوا الالمان شنو يعني على عبقريته عام 91 يجي عدو هذا في المخابرات كيما يعني سمعة ندرى كيف هي عام 91 في عام 90 شد فريق وكذا باهي خلود باش تحكي لنا على مبادره ممتازه ياسر سينما في علاقه بالسينما تحكي لنا عليها خلود تو سويت هو مشروع ثقافي بامتياز نفتخروا به ديجا كي انا اول ما قريت الارتيكل فريمون حاجه تفرح على الاخر لو كونسيبت نسمعوا به البارا نسمعوا به في فرنسا في بلايص اخرين مي في تونس اول ما مشروع صار في تونس في افريقيا وفي العالم العربي بي. سينما دور تريبيا ديجا من الاسم نفهموا شنو هو هي الشيحنة عبارة على سينما متنقلة متجولة تمشي من بلاصة لبلاصة سورتو في المناطق الداخلية اللي هما ما عندهمش دي سينما وما عندهمش الإمكانية باش يمشيو يتفرجوا في السينما دونك عندهم سينما متجولة تمشي كل مرة في بلاصة من البلايص في تونس في المناطق الداخلية باش هكاك العباد يكونوا عندهم فرصة باش يدخلوا السينما ويتفرجوا ممتاز. وهي شاحنة كيما قلت لك متجولة فيها 100 كرسي تزميت نعبد وفيها كل الظروف نتاع السينما اللي كاينك في سال سينما كليماتيزي شوفي فيها الضوء فيها الكريسي كريسي نتاع السينما كيما اللي نشوفوهم البرا معناها مش كريسي نورمال وكيما قلت لك فيها كل الظروف
أول بدرة نشوفوها في تونس في إفريقيا في العالم العربي، حاجة تشرف على الأخر. إن شاء الله ما تكونش الشحنة الوحيدة، إن شاء الله يوليو برشا على خاطر مناطق داخلية ناقصهم الحاجات هذه. واليوم ولا اليوم نعطيه الفرصة لل مش الشباب كها للناس الكل باش تفرج في السينما، تفرج في الأفلام وتفرج في من يقف وراء هذه والله احنا سمعنا اللي التمويل جاء اسانسيلمون من ظفر العابدين، الفنان ظفر العابدين اللي هو ديجا ما ننساوش اللي هو عنده فيلم توا في القاعات إلى ابني فور ماي سان، نشوفوه في القاعات الايامات هذه. انا مازلت ما لقيتش الوقت باش نمشي نتفرج فيه، ما نستنى في الوقت باش نمشي نشوفه. عندك دربي خلود، ركزنا في الدربي ومن بعد يعمل الله في السينما. احوال الكياس تو تويت مع ايه بالغايب وراجعين. من 5 ل 7 متاع العشيه الدوامه بلوس مع محمد الخميسي على ايفان احلى غدو. يا فهم على راديو، مرحبا بكم جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم، قلنا في 24 ساعة الأخيرة أحداث مهمة جدا في تونس ونجاحات أخرى للمؤسسة الأمنية وحدات الحرس الوطني حرس الحدود تتمكن من إلقاء القبض على ثالث عنصر إرهابي في جبال القسرين. ثلاثة عناصر إرهابية مصنفة خطيرة جدا. معنا عبر الهاتف سيد العميد حسام الدين جبابلي. سيد العميد مرحبا. مساء الخير سي محمد وكيف السادة المستمعين والمستمعات لفريق العمل اللي معاه. شكرا الله يخليك. باش نستغل المناسبه ونقول لك ان شاء الله كل عام والمؤسسه الامنيه بما انه البارح كان عيد القوات الامن الوطني، واحسن هديه ظهر لي للشعب التونسي تقدموها وهو العمل المتفاني نتاعكم والعمل الكبير اللي قاعدين تخدموا فيه طيله هذه السنوات. رجال واسود ونساء الوطن قاعدين في 24 ساعه اخيره ثلاث عناصر ارهابيه خطيره. اخر عنصر ظهر لي اليوم الصباح، كان ناخذ اكثر ديتاي من عندك سيد العميد. ربي يبارك لك في التهنئة بمناسبة ذكرى 68 لعيد قوات الأمن الداخلي اللي تعرف سي محمد اللي كونه العمل الخاص بمكافحة الإرهاب عمل راه يلزمه العديد من التضحيات ويلزمه نفس طويل. وتعرف أنت اللي العباد وقتها تحضر في الاحتفالات بذكرى 68 لعيد قوات الأمن الداخلي اللي ثم وحدات قاعدة تخدم على الميدان مختلف اختصاصات نتاعها استعلاماتيا وعملياتيا بالتنسيق بين الامن الوطني الحرس الوطني والجيش الوطني. وبالتالي في عمل استعلامي وعملياتي تمكنت الوحدات المختصه التابعه لاداره عام الحرس الوطني معها كذلك الجيش الوطني كانوا تحت اشراف مباشر من النيابه العموميه تمكنوا من قال قبض على امير كتيبه اجناد الخلافه اللي هي بالمصنف خطير جدا اللي تم تحديد هويته في بلاغ وزاره الداخليه اللي هو محمود السلامي. كان هذايا بعد ما تم نصب كمين محكم باحدى المسالك المؤديه الى معاقل العناصر الارهابيه واللي خاصة تبدا موجودة في جبال القسرين. بطبيعة الحال تم حجز العديد من الأسلحة والذخائر الحربية كذلك متفجرات وأحزمة ناتفة، والمعني كما تم ذكره لكونه التحق بالجبال الغربية وقام بعمليات استهدفت وحداتنا الأمنية والعسكرية. وبطبيعة الحال ثم أكثر من هكا معناها العمليات اللي صارت على المواطنين خاصة في المناطق الجبلية من عملية سلب وكذلك ترويع، وفي سياق متصل كونه وحدتنا في جبل السيف كذلك بين فريق أمني مشترك بين أعوان المصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب القسرين تتبع الإدارة العامة للمصالح المختصة بالإدارة العامة للأمن الوطني وكذلك فرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بالقسرين أثناء عملية تمشيط ومعلومات متواترة على كونه تواجد عنصر إرهابي ثاني فار تمكنت بعد نصب كمين محكم كذلك من إلقاء القبض عليه. وإضافة إلى كونه هذايا بالنسبة للفجر اليوم تتمكن وحدات حرس الحدود من إيقاف العنصر الإرهابي الثالث اللي كذلك كان هارب وكان يحب يلتحق بالجبال الغربية باش يدخل في الأعماق وتمت إيقافه. العمل كله هذا تم تحت إشراف مباشر من النيابة العمومية بالقوات القضائية لمكافحة الإرهاب، وتم إحالتهم جميعهم على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب الحرس الوطني لمزيد البحث والتحقيق. ممتاز، هذه المعطيات بصراحة ممتازة ويدل أنه الوحدات الأمنية الكل على درجة عالية من الانتباه والمعطيات والاستعلامات قاعدة تشتغل كيف ما يلزم. فقط معلومة وديتاي مهم، أوكي وحداتنا الأمنية قاعدة تخدم، زاد لازم شوية انتباه من المواطنين وكل القواعد بما أنه الخلايا الإرهابية مازالت موجودة وللأسف وقاعدة تشتغل بطرق خفية، لكن الخطوة الاستعلاماتية ديما سابقة والحمد لله. أكيد جدا سي محمد، وحتى انخراط المواطن مع المؤسسة الأمنية رينيها راه حتى في فرار المساجين كيفاش قاموا بالإعلام على العديد من العناصر المشتبهة أو المشتبه بها أو المشبوهة
سمى العديد من البلاغات، سمى العديد من التفاعلات من المواطنين اللي بطبيعة الحال اللي هما ذاك زاد المساند الرسمي للمؤسسة الأمنية والعسكرية اللي أبريتو هذه معناها نحن نخدم في خدمتنا، نخدم في خدمتنا لصالح تونس ولصالح أمن المواطن وأمن المجتمع. شكرا لك سيد العميد حسين الدين جبيبلي على كل هذه المعطيات والتفاصيل. الله يخليك، تحياتي ليك ومن خلالك لكل الرجال ونساء تونس. حسنين اخبار ظهر لي مهم ومعتمد. الله يعطيهم الصحه وبصراحه وبارك الله فيهم، هي المسالفه الجيده، وهذا يدل انه يعني في تونس فما مازالت يعني معناها يعني بؤر يعني نتاع 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 ارهاب. وهذا معناها مش هذا ما يخلينا دائما في حاله يعني يقظه يعني مجتمعيه وامنيه وغيرها. صحيح. وغيرها. صحيح. فهمتني؟ وبارك الله فيهم وان شاء الله وهذا معرضين حياتهم، راهو البوليسيه والامن والجيش والاسلاك هذه كلها يعني راهم هم اللي في المواجهه، هم مواجهتنا. وفما حتى رمزيه اليوم حسنين وكانه زاد الخلايا الارهابيه ولا الارهابيين. اي بالضبط بارك الله فيك. اختيار اليوم يقول لك لهين يحضروا فيه. بارك الله فيك. هو علاش قلت لك ياخذ يعني انت تغمض عينك تو خاصه تو راهو والارهاب هذا يعني ما هوش مكشوف الوجه راهو يعني ارهاب يعني انت ساعات تقعد مع مالك وما يطلع يعني ما وعلى كل حال بدون تهويل الموضوع الحمد لله ان شاء الله تونس منعت وتعدت الفتره السوداء لعشرات السوداء ولحكم من الغرباني والسود. الله يحفظنا خالد. الحمد لله محمد الاخر حكينا هنا قلت لك يوصل المعلومه راهو مو الصباب. اليوم ريت كي توصل المعلومه خاطر حرص باللي باش تكون يلزم المواطن يكون واعي كيف ما حاجة باش تضر الناس ولا باش تضر البلاد يمشي يعلم بها مو الصباب هذاك. هذاك راهو يحبوا بلاد ولا. ممتاز شكرا لك خالد. من بعد شوي نحكيو على عمل فني جديد، أغنية جديدة للشيخ رجل الغنوشي. تو نسمع من بعد الكلمات. هو غني؟ لا أغنية له هو في ما ينجمش يغني اليوم حسنين. علاش ما ينجم يركب فم جديد من زعما ويجي يركبوا له لسان جديد ويعملوا له حنجرة في السجن؟ إيوا راهو في السجن. خلينا معاك بربي خلينا نحكيو تو سويت على أخي. قالك في السجن نقرا في أرتيكل ولا حاجة. قالك قالك في السجن كي كان في عهد بورقيبة في السجن كان سجنه يعني أربعة نجوم خمسة نجوم. أيوة. وكي مشى يعني معناها وكي جاء بن علي ايضا في سجن خمسة نجوم وقال لك توا زاد ايضا في سجن خمسة نجوم. كان بحذنا السيد علي شوشان قال ما فهميش هذه الاوبسيون هذه تاع خمسة نجوم مش خمسة هو السيد علي. لا اما السيد علي قال لنا فما يعني تراتبين. ايوه اي فما انتقاد اخي تحب راجل غلوش يحطوه مع واحد يعني نتاع درشنية. اي نقعد معك حسنين مش نحكيو في الدخله نتاعك بما اننا نحكيو على الكتاب وعلاقتنا بالكتاب على اخلاق الكاتب الالماني تو تسويت في الدخله. ايوه هو سيادتك فين جبت لنا موضوع الالمان واهلك في الالمان وكذا. انا مش ما عنديش معرفه بالالمان. عندي معرفه بيه؟ ويعني مره في مرت خالك المانيه قلت لي مره نتفكر المانيه ودي مرت خالي وهي مرت ولد خالي قلت لك اللي حلمت بسيدي معاويه شكون؟ قال لي مرت خالي. ايوه ما قلت لي سيدي معاوي بان لغه كلمها في الحلم. هذه حكايه اخرى سيدي معاوي خلينا نهار هذاك سيدي معاوي شيخنا المقدس يعني جدنا جدك او حتى خلود قريبيه وتعرفت وتعرف سيدي معاوي. ايوه نمشيو لسيدي معاوي معروف زاده. ايوه اذا تذكرت انا يعني مره شاركت مع الالمان باه في ملتقى يعني الرواية العربية الألمانية. أيوة. وكان تمت في اليمن. أنا زرت اليمن كلها خصونا طيار علي عبد الله صالح مش لي أنا. الوفد الألماني والعربي. استدعوك أنت عليش حسنين وقت. رواية كبيرة أنا خطير جدا. أنا. أيوة. إيه هو حطت لي دكتور ساعتها الله يرحمه الشاعر الكبير متاعه. قلت له بالله نحي لي هذه الدكتور انا مازلت ما دخلتش للمستشفيات خليني دول برا فهمتني فهمتني حاسر. ويا اخي وتعرفت يعني قعدت سبع ايام نعيش مع كاتب كبير جايز نوبل للاداب عظيم جدا جونتر جراس. ايوه جونتر جراس الطب الوصفي عنده روايه وفيلم وكذا واش حاسر غول رجل الغول دمدوم حسنين كي تحكي معاه تحس دمدوم تقول نقول لك غول هذا عنده بيت شعر ونذكرهم كانوا مترجمينه لا تدخل للغابة فإن في الغابة غابة ومن يدخل للغابة لا يبحث عنه شيء أنا أقول لك وأبدأ يوصف لك في شريحته تولي يعني ما يفرز يعني روائح يعني تجلب الوحوش أيوة. حسيل وناس يحوزوا في مستوى آخر بيه؟ وكان بحذاه هذا جونتر جراس هو جايب بنته وانا وليت صحبه انا وبنته. ايوه نجحوا انا وبنته وامور مريضه شنو لو عشتيها؟ يا هو
ودينا شويه نوى شنو شنو عشتي نوى عشتي على ايقاع على ايقاع يعني الوردي افيك ولا سون الجات بدون بالقلايه لا بالجات وبالامور الكل بالجات انا استعملت الموجود جات حلال محلل في اليمن يا ودي تشريها تشريها الجات ب 175000 ساعات عندك فكره شنو الجات خلود؟ فسل الخلود الجات هو نوع من النبات يعني يزرع في اليمن وفي جهة أثيوبيا وفي المنطقة دي وهو يعني يخزن يعني يبيعوه كما 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 المعدنوس صغيرة قطعات صغيرين وأوراقه تشبه الملوخية ويتحط ويمضوه سنالي ويخزنوه في هنا وعلاش اليمنيين يظل معناها الوحدة نتاعهم الحناكة نتاعهم فوشة معناها طرسة ويقعدوا يستحلبوا فيها هي يمسوا بشويه بشويه وكل ما مصصت يساعي طول الوقت الوقت ما عادش تحس بيه وثم يعمل يعني يعطي اعصاب حاده يولي تولي يعني تولي حوث مفقد للعقل مفقد شيء مفقد شيء يعني قلت لك يوتر مش يوتر يحافظ يشد الاعصاب يخليك يعني في حاله انتباه ويرك شيخ وتفيق بالايقاع مع الالمانيه وتلقى يا ودي تولي تكلم الالمانيه بدون ما تحفظها بدون ما تدخل تقراها ايوه ثم قلت لك بعدها سيد يعني ضخم مرتفع وجميل الماني كذا يمكن وين نلقى شو اسمه هذا بقول تلقى نلقى بحث الالماني الاخر سالتهم قلت لهم شكون عرفون عليه يا اخي خاطر نتكلم لحد شيء سكت هي الاخرين كل هو وفد الالماني فيه 40 واحد أيوة. روائيين وصحفيين وناس من ونحن ايضا يجي 20 عربي من تونس انت برك ولا معك تونس؟ من تونس انا برك ايوه اما معي ربيعي معناها مع عبد الرحمن مجيد ربيعي ممتاز المفيد يعني معناها قلت لهم شكون السيد هذاك؟ قالوا لي هذاك اللي يكتب النصوص في صيغتها النهائيه لقولت الجراس ايوه قلت لهم هكا قلت يعرفون عليه هات خلينا نشوفوا السيد ربي يعرفون عليه يبوش كان معناها لغتي الالمانيه يعني متطوره برش ايوه ما نجيبش نعمل حوار هو لغته عربيه معدوم اذا يعني استنجدت بمترجمين فما يجي خمسه ولا سته مترجمين معنا مترجم سوري الله يرحمه دين ست اسمه تو سليمان ندري شنو قام بالترجمه سالته وتنشر الحوار هذا في جلد الشروق باه وكتبت ايضا في جلد الشروق نفسه يعني مقال على الرقصه نتاعنا وبنت جونتر جلاس أيوة. والقبولات مال سهر القبولات كيف فما قبولات وديه يا اخي نتاع يعني كيفاش نقولوا موده لا تلاقوا حضاري ايوا وقت العلاقات الدبلوماسيه تحسنت حسني مع الماني المفيد يا سيدي سالته قلت له انت شنو دورك يعني شنو هالموضوع قال لي انا مختص في لغة جونتر جراس واللغة الألمانية ووازن بين لغة الكاتب ولغة واللغة الرسمية الأدبية أو الرسمية لغة القواميس ولغة الرسميات قال لي وأنا قلت له هذا معناه يجوز معمول به وأنت بصراحة كيف مفتخر بهذا تيك ما نعرف ما يعرفك حد ما نعرفك كان جونتر جراس قال لي هذا كدوري أنا معتز به ومفتخر يعني هالكائنات هذول عندهم نكران الذات أخلاق الكاتب الألماني ويعرف حدوده وحجمه يعرف يعني عندهم نكران الذات وحين يكتب ويكتب من أجل المعاني والقيم والإخلاق والإنسانية الإنسانية يعني ما المتسامية المتعالية على رهنها صحيح نحن مش يكتب مشاكل باش يدبر حد كاسكروت وكذا كذا بحيث يعني يراو نحن في الحديث والحمد لله هو معرض الكتاب وإن شاء ربي خلص معرض الكتاب بدأ اليوم وقال لنا خالد إنه بدأ اليوم حتى النهار 28 تم دعوتك حسنين استدعوك باش تحضر في معرض الكتاب والله يا سيدي محمد يعني ما أنا أشوف شو نقول لك ما نجاوبش على الموضوع علاش ما نجاوبش ما نجاوبش لأنه ما نحبش السب بيه؟ ما نحبش السب عادل شو اسمه هذاك تيراش الألفة يوسف عادل الخضر عادل الخضر مدير هذا رئيس اتحاد كتاب وحطوه مدير وخونا وصاحبنا ولكن يا أخي كيفاش تفكر شنو هي الثقافة اللي يعمل فيها باهي نحن ما نحبش نسبه وما نحبش نتعرضه تعرفش علاش؟ لانه يعني بنتي في المعرض وما نحبش نفسد عليه هاي السلام عليكم بنتي عندي هدار نشر في المعرض ما استدعوكش
يا ودي ما في بالهمش بينا هؤلاء في يعملوا في كتاب والثقافة وحدهم البلاد دي اللي عندها مالي اللي عندها ناس خدمة فيها ثقافة اللي عنده حد شيء أقول لك نايا غريب هذا بصراحة شو غريب يا ودي فما الأوكران يعني في جحيم حاطين الأشياء وندوات تافهة كيف وجوههم يعني ليش ما نجيب جيبوا لناش حدثهم أنا على الكتابة وعلى الكتاب وخلينا نعملوا مدروس صحيح مخول لهذا فهمتني نستغرب بصراحة كيفاش ما دامش دعوة تحسن شكون ما يستدعاش أما شوف فما حاجات أخوي محمد فما رو مازال عندنا الحقد والكره للمواقف الناس سي حسن معناتها تحب ولا تكره قامها من قامات صحيح وبالصيف عليك تستدعيه وربي يهدي والله ساعات وتاريخه يحكي تاريخه يحكي عليك هات عمرك تخافوا ولا تخافوا هلا او باش هذا اغزر هو قال لك احترم انا قال لك ما نحبش نتكلم لانه بنته هو غد يحترموا الناس واحترموا الناس المثقفين واحترموا الناس اللي خدمت البلاد وعطت عمرها البلاد هذا وعطت عمرها تحترموا الناس شويه تو الناس تحترمكم واضح خالد هذا محمد شعار تونسي والله استغفر الله يا ربي ما دان تونيزيا باش تولي شوف في الفوتبول ما يفكروش في الناس اللي خدمت في الكتاب كما عمك حسن كيف استدعاها في الفنانين فما عباد بدعت وعملت ما يتفكروهم كان بعد ما يموتوا يجي في نص الليل بعد في نص الليل مخر في الإذاعة الوطنية ويعملوا عليه دريش قريه يحبوا شفت ايوه اي الله يحبوا الجنازات والله لطف عليك حسنين وغيرها سيد علي الدعاج الله يرحمه عاشت نتمنى في عنبة ما جابوا عنقود صحيح لا يسعد فنان الغلو راجل جينا باش نستدعوا لا يسعد فنان الغلبة الا من تحت الحوت صحيح بونت كحلة والله يرحمه لا والله العظيم شيء اسف والله يأسفني انه ما يلا نتعدي خلود تود تبقى تزن... تبقى رمز ربي تبقى معلم وفي عينينا نحن تيش عنا فيهم الكلمات الجميلة في الفلسطينية سحسن مثلا سحسن انا ما استدعنيش المعرض الكتاب بدينا ندخل لقدام سايب علينا مشاكل حسنا كي كان دينا قديش توا زاد ما عادش بدينا صح يدولي 2500 حرام اخر مره انا عاملين ونسيت لا لا يا سيدي داخل 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 علي الكتاب نورمال اي سيدي باش تزن خلود العالم اخر خلود تبعد بينا شويه نحكيو تراند تو سويت في تراند يا سيدي اليوم نبدا بكم نمشي لمصر ممثلة المصرية غادة عبد الرازق نورمالمون الناس كلنا عرفوها حتى اللي ما يعرفهاش نتصور راهو شافها جوست ما يعرفش الاسم اللي دايوغ كان عندها مسلسل في رمضان سنة اسمه سيد العقارب بالمصري كيما هكا سيد العقارب شنو معناه بالتونسي يولي العقارب عقرب ليه اعطينا الاسم المسلسل بالتونسي سيد العقارب اي بالتونسي سيد قنفو انا عندي سيدي عقارب راهو في تونس نحترموه ونسلموه عليه ليه مسلسل عقارب فقس ايوه ثم خلود سيدي الفنانة غادة عبد الرازق في برنامج كلمة أخيرة شنو تقول تقول مظهري هو عامل نجاحي باش نقرا لكم اللي قالته هي كما مكتوب مظهري هو عامل نجاحي لازم أحافظ على شكلي وجسمي ولبسي في وكل حاجة طول ما أنا عايزة أمثل عشان الناس تفضل تحبني يوم ما أفكر أبطل أبقى أعمل اللي أنا عايزاه معناتها اليوم تقول لك المظهر متاعي وشكلي وشعري ومكياجي ولبستي ودنيتي الكل هي اساس من اساسيات الخدمه نجاح هاي صحيح دايخ بدينا نحكيو على الجمال غدا عبد الرازق تزوجت 12 مره مازلت كي طلقت نمره 11 وتزوجت مره نمره 12 11 يخرج 12 يعطيك صح أيوة. ما عادش نحكيو على تعدد زوجاتي دول نحكيو على تعدد الازواج صحيح هاي شنو رايك في غدا عبد الرزاق بارك الله الكروسه واقفه باهي اختار مصطلحات اخرى اي لا بارك الله مزيانه 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 اي سنتره نحكيو ما تو فما ناس تسمع فينا زاد عندها كراب وتفهم وميكانيك واحد نحكيو لهم شويه فما فئه معينه لازم نفهم برشا تقبل تكون نمره 13 زوج 13 عربي 13 هي 12 هي 12 12 13 حسن 14 خالد 15 ايوه حسنين جميلها السر اغزر راهو التصوير هذا قالوا لي اختارها حسنين قد عمرها ما نعرفهاش تو تعطينا خلود عمرها 58 سنه احسن نصغر منه وهكا اي ما لقات الوقت باش تتعرس 12 مره راه باه والله لا تحشم عليك المفيد مش هذا الموضوع قالك هذه الطفلة هذه فما كل واحد يعني في الدنيا هذه سبحان الله ربك سبحانه عطيه رأس ماله فما رأس ماله واحد في عقله ذاك فما واحد رأس ماله في رجليه أيوة. فوارج عظيم فما يعني هذو من الغواني يسموا الغواني في التاريخ العربي الإسلامي والغواني يغرهن الثناء
الغواني هؤلاء ربي يعطيهم رأس مالهم في أجسادهم. هوك البنية الجسدية متاعهم ريكلة مخدومة على قاعد رأس مالها جميل. بخصوص المتزوجة بالرجال، نحن عنا يعني مش أشقانا في موريتانيا يبدو أنه المرأة كلما يبدو أخو له كلما يعني كانت متزوجة أكثر كانت مرغوب فيها أكثر. أيوة. وكلما طلقت أكثر وكذا كذا يعني تصبح يقول لك هذا يخذها 10 رجال أكيد عنده سر وكمان. خلوا ذوقوا شوي. ما خموش عليش ما قادوش 10 رجال. دايق عندها كان بناية واحدة من رجلها الأولين يا كهار. رجل الأول. أي. شو رأيك خالد برمك؟ والله هي رأيك تظهر والله صغيرة مزيانة. ليه بروحها؟ ليه بروحها؟ وسر مالها جمالها وقلت لك انا يعني الخدمه الكل على جمالي هذا هي راس مالها جمالها هي ينطبق المثل عليها معناها كانت قبلها تحب تتعرف عليها تحب تحكي معها عربي 58 بالله محمد وانت بالك قد ايه سامحني انت سير انا هبوط ربي 51 41 خالتها بتعلق لا لا مش على خاطر هما غاديك محمد في مصر ايه؟ مصر عندهم الطلاق كيفاش مثلا يقول انت طالق بالكلمه يروح ساعه ساعه واحد هكا مرت تغش يقول لها اقرب الميكرو لا وفات تتكلم نزيدك نكته انا بتو اسمع والله في مصر راهم يعرفوا الميثاق ويعرفوا الزواج على قاعده ونسره راهي حضاره المصريه وناس يعني يفهمونا يعني ما بما اللي قالوا ربي واللي قالوا النبي ما فماش شعب متدين ربما اكثر من الشعب المصري يؤمن بالاله ولذا يعني هذاك المصري السينما المصريه المنحطه في جانبها المنحطه صورت. والشيخ متولي وكل الامور هذيك هي تحب تقدم لنا للشعب هذا تو اول حلقه مع عمرو خالد وتو الشيخ متولي معناها ضربت رموز الحق متولي الحق متولي الحق متولي عشان نور الشريف صاحبي نحبه عليه علي رحمه الله صاحبك صاحب هي قابلته حسنين قابلته رجل من أرقى مريت ومن أكثر ثقافة وسعة أفق ممتاز صدقني ورجل تقدمي ملا إنسان به فقط على عمر بربي ثبتوا معنا 54 سنة 54 به مقبولة وصغيرة محمد ما شاء الله عليها 54 يزي يا راجل شفت كيفاش محمد هاكا سي العربي بعد ما قلت له 54 سنه قال لك بيه يا اربع سنين يا اخي المراه تشوفها كان جسد تشوفها كان عمر خمم في افكار احكي معها شوف فيها كوجينا شوف ليه هذيك انت هذيك عمر متى ولا مظهره المراه اكبر من الراجل ما فما حتى هذه اسمان في اصناف من النساء يخرجوا على التصنيفات هذه مثلا كما صباح يعني عمرها 90 عام عرست في 80 هي عمرها 80 عرست واحد فرخ صغير 27 ظهر لي عمره وقته كذا هاو فينا في كائنات يعني هكذا يعني يحافظون على رصيدهم يعني الجسدي الرأسمالي باه انت ما ضد الفكره مثلا حسنين انا شيء الفكره مثلا جسدها هي حره فيش دخل لا ولا راجل عمره مثلا في السبعينات يتعرف على في العشرين ودي اللي نجم اللي قد صح لي الخبر الثاني الخبر الثاني في ترند تشيت مع خلود الاخبار الثاني في الرياضه ايوه وتحديدا في الكره الطائره ميدان اختصاص يعطيك الصحه باش نحكي على الكره الطائره وباش نحكي بالتحديد على فريق مولديه بوسالم مولديه بوسالم اللي هو الفريق ما عندوش برشا من اللي يتكون فريق جون نقولوا احنا واليوم فما البطوله الافريقيه للانديه اللي تدور في مصر نظمها الاهلي المصري تدور في مصر نشوفوا الفريق بوسالم مشارك في الدوره هذه ولكن نذكروا لي عم ناول في الشامبيونات دافريك دي كلوب اللي صار في تونس اول مشاركه ليه فريق بوسالم ويحدث المفاجاه كان بطل وقتها يعطيك الصحه أيوة. لانه كان بطل في تونس امام الزمالك المصري مش امام اي فريق واليوم نشوفوه مره اخرى في مصر باش يشارك باش يدافع على حظوظه في البطوله الافريقيه ونشوفوه كمل الدور الاول باربع انتصارات على اربعه يعني الاول في المركز الاول كمل الدور الاول ان شاء الله نتمنوا لهم حظ موفق وان شاء الله يدافعوا بالحق على اللقب اللي هزوه في تونس على خاطر سسخا اون كونفيرماسيون للقب اللي هزوه في تونس فرش فيهم خلود معناها فريق يلعب بالكدا يلعب ممتاز فريق هايل كما قلت لك جون وليد صغار ماهمش كبار في العمر حتى المدرب نتاعهم الى جون انور تاورجي تحيه ليه دايوغ مازال كي بطل فولي ولا انترينور اكزاكتومون والكلهم صغار في العمر الحقيقه ما فماش فريمون ما نجموش نحكيو برشا على عامل الخبره نجمو نحكيو بلوتو على طموح على عباد حتى في قلبها تحب تربح تحب تاكد المشاركه نتاعها واللقب نتاع عام ناول ونجم نقول لك اللي هما ما كانوش ماشيين شامبيونات دافريك هذا على خاطر الامكانيات الماديه بتاتر الا بعد تدخل رئيسي
أيوة. كانوا مش ماشيين كانوا ماشيين بعد و... امكانيات ما نجموش قالوا ما نش ماشيين على خاطر فماش امكانيات بعد تدخل رئاسي شفناهم ماشيين لمصر وتوا كما قلت لكم الاولانيين في المجموعه نتاعهم خارق العاده بعد شويه تدخل رئاسي تدخل رئاسي مش يعني والله تحيه لهم لانهم يعملوا في معجزه ثانيه راهو مش سهل برافو للاتحاد بوسالم وكل اهالينا في الشمال الغربي على الفريق الممتاز ممتاز عربي سنقرين بعد شوي باش نرجع نحكي معاك على انتخابات الجامعه التونسيه لكره القدم حوصله عامه شنو قاعد يصير الترجي سان داونز خالد نحكيو قراءه في الفريقين احوال الكياس والاخبار توت سويت وراجعين من 5 ل 7 متاع العشيه الدوامه بلس مع محمد الخماسي على اي اف ام احلى غدو يا فهم على راديو مرحبا بكم الجديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم هذه ساعتنا الثانيه من الدوامه بلس بحضور خلود الجنحاني حسنين السيد حسن بن عثمان والسيد العربي سنقريه وخالد علي التويتي باهي مش نحكيه شوية كورة نبدأ معاك قبل ما نحكيه على ماتش ترجي سان داونز عربي سنقرية نحبك تعمل بينا ريكاب صغير أعطينا حوصلة يا خويا شنو صاير في انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم شكون القيمات شكون يحب يترشح شكون القيمة متاعو تتوفر فيها الشروط شكون لي بديت نسمع في مزايدات بديت نرى في وجوه مشبوهة تدعم في عبيد وكلام كبير قاعد يصير عامل لنا حوصلة صغيرة خلينا نفهموا صاير محمد بكل صراحة وقته سؤال لأنه على ما يبدو المعلومة اللي عندي فما خمسة قائمات سي المجي بحر باي. سي ماهر بن عيسى أيوة. سي وصف جليل سي بلال الفضيلي باي. مكان زيادة تلمسين أيوة. يعني فما تغيير على مستوى رئاسة القائمة وفما سي جلال بن تقية وذي أخوي محمد رغم اللي القانون صعيب وخرج خمسة قائمات هذه على كل حال حاجة باهية لأنه بكري كانت حتى القانون صعيبة ما تنجمش تتقدم صحيح فما شوية إشكاليات ربما مع سيزي حسب البلاغة اللي عملته لجنة الانتخابات على سيزي التلساني معناتها على كونه يعني يلزمه يكون مقيد في الانجاجمون خاطر شنو الانجاجمون هو الانخراط تاع الجمعية كل مع بداية أول عام فما معلوم تخلصوا الجمعية وتحط فما تاخذ ملف تقيد فيه الرئيس الجمعيه والنائب والامين المالي والاعضاء والتركيبه الكل مش موجود مش موجود موجود كان خذا ورقه من ترجي او من فريق اخر مزبوط زلفه ما شنو الاشكاليه يقول القانون هذا اسكو الورقه تاع الجمعيه تمشي ولا التصريح كان اللي موجود في الجامعه التونسيه كره قدم خاطر مسجل على كل حال هذه ربما لجنه الانتخابات شوف محمد فما هوني قله خبره متاع برشا ناس مترشحين باه لاني انا نسمع فرو اللي باش يترشح هو لن ساعه يركح القائمه نتاعو وفما برشا ناس ربما حايرين حتى في التزكيات لانه كل مترشح عنده 15 تزكيه وماك تعرف الجمعيات توا صعيب تاع خمسه قائمات 15 تزكيه هذا اقل حاجه 75 جمعيه ايوه وشكون باش يعطيك تزكيه وفي الوقت هذا جمعيات كلها يعني بها ربي لانه في الفتره ذي بالله نحب نوضح حاجه محمد زعما الناس تعرف راهو في الفتره هذه مازالوا 5 جورني على مستوى الهويت فما راي منح السي ان تاخو 15000 دينار والسي دو تاخو يعني 12000 دينار يعني خذوا الشطر نتاعهم توا في الفتره هذه الجامعه كملت لهم الشطر نتاعهم وهوني سمعت كلام تقال وما تقال على المنح هذوما اولا رؤساء الرابطات هي اللي تطلب بقية التمويل نتاعها لأنه إذا كان مشاه المكتب الجامعي هذا اللي يجي بعده ما عادش يستعرف له ولذا الجمعيات راهي خذات الحق نتاعها حتى حد ما عمل عليهم زي سوى الموجود توا ولا اللي قبله زاد ما ادالهم الفلوس حتى في هذا حق الجمعيات هذا حق الجمعيات يعني لا في وقت سيد وديع الجري لا ما وصف جلي تو الجامعة التونسية كل عام تعطي 15000 دينار سي ان ولا 12000 دينار عنده البار نتاعو الجامعة التونسية بالعكس باهي ياسر هي تو خلصتهم وشكون المستفيد؟ مستفيد الجمعيات فما برشا ربما هذه
خطأ اتصالي كبير ياسر يعملوا فيه بعض القائمات، لأنه أنت رو رئيس قائمة شنو رأس مالك سي محمد شكومش انتخبوكم الجمعيات جمعيات صحيح. الجمعيات جي تقول أنت لا الجمعيات تأخذ الفلوس والجمعيات تأخذ الفلوس، رو هذا رو خطأ اتصال رو الجمعية كي تقول لك إيش معناها قولوا هذا مازال ما شدليش تحب توقف لي الفلوس أيوة. توقف لي فلوسي ردوا بالكم هذه بالله صلحوها، لأنه بالعكس أنت كي حتى لو كان أعطاهم فلوس العكس الخطاب تاعك يقولوا يلزمنا ندعموا الجمعيات ويلزمهم ياخذوا اكثر من هكا لانه هذا يحكم. على كل حال هو فما برشا كلمات على القائمات وطريقه ترشح وشكون باش يدعم شكون وكيفاه يعني علاش الغموض وعلاش الشبهات هذه الكل، علاش وقت اللي هو طريق واضح قدم ملفك ترشحاتك وفر شروط وتقدم تفضل. هو الحاجه الباهيه هوني بكل صراحه برافو لسلطة الاشراف. برشا ناس ربما تشيطن في سلطة الاشراف وفي رئيس الدولة، في ناس هي اللي قدم عندك الحق باش تقدم وفيك الشروط اللازمة تفضل خويا حد ما قالك ليه هاو الناس كل موجود. شنو ممكن ربما القائمات اللي موجودة فما شوية يعني على السيد وصف جليل اللي هو على ما يبدو ما ندخلش فيه على ما يبدو عامل قائمة هو بركة من القدم وحديش معاه جدد بيه. يعني هو كان في القائمة الأولانية اللي ما عملهاش في الانتخابات الأولانية وما تقدم الجملة كانوا معاه يجي 6 ولا 7 على ما يبدو راجع روحه عمل 11 واحد آخر جديد معاه ما ناس جدد معاه وعلى ما يبدو قدم قائمة. ربما القائمات شوف أخي محمد كل واحد رم يعرف حجمه مش ما نكذبوش وذي راهي حاجة باش تتشتت الأصوات إذا كان باش تصير ونأكد لك اللي ربما تمشي حتى للدوزيام تور. أما أنا ربما أنا نقول يا ناس عارفوا شنو تحكيوا رؤساء القوائم راهو راس معتيونا مشروع الجمعيات اعطيونا مشروعكم قبل العرك والمعروك وهو فلان وهو فلتين وحاجة با وحاجة أخرى بربي اللي قدم ترشحه مرحبا بيه وما فما حتى والجمعيات محمد اذا كان انتخبته سيبنا من حكايته راهو في الاخر ولو نحن نتكلم ونقد واحد لكن الجمعيات هي اللي تقرر مصيرها وهي المعنيه بالامر بشكل مباشر وتيل الفتره هذه الكل. شكرا لك عربي سنقري على الحوصله هذه الكبيره باش نتبعوا زاد في قادم الايام اخر المستجدات شنو قاعد يصير شنو مش يصير. قلت 24 ساعه اخيره قبل مباراه الترجي وسان داونز جنوب افريقيا نحكيوا على المباراه توتسويت. نبدا معك خالد في قراءه شويه الفريق سان داونز عندك شويه معطيات على الفريق تحب تقول على منافس الترجي التونسي. الترجي تو محمد كيما البارح قلت لك لو كوب اور لو غاني يعني الاسبيرونس كيما تشوف انت ديما الكره كي تفرج في الكره توريك برشا حاجات ما فماش ماتش مربوح دافونس كي شفت مانشستر سيتي والريال مدريد حتى حد ما يحط الريال باش تترشح ترشحت الريال مي في كل جمعيه فما البوان فور وفما البوان فيب اليوم الاسبيرونس كان باش تلعب على البوان فيب نتاع لافريك سان داونز. سان داونز عندها لاكسيال نتاعها مافيلا وميدو ولونغا لونغا هذايا من زيمبابوي كان يلعب في بلاصه بوتويل المغربي خاطر علاش بوتويل يطلع انا كي شفت متفرجت فيهم لي زاكسيون نتاعهم تنجم تماركي لهم تومومو. الحاجه الاخرى اللي تخوف ليسبيرونس جماعه سان داونز شفتهم في الماتش الكل يلعبوا فيهم يلعبوا بالكره كونسيرفاسيون محمد شدوا كره كي تشد تشوف في الماتش تلقى عندهم البوزيسيون في البال تلقى عندهم 70 75 76 باهي فريق يشد كره بالبدايه يعني. حاجه اخرى عندهم محمد ليسبيرونس لازم يفيقوا عندهم موديبا وموكيني كريتهم يلعبوا لو دو بيفو هذوك هذوكم الكوره هما اللي تركز عليهم جمعيه كامله وعندهم كاس اسمه واحد ميشيلي برافو ميشيلي هذا بروفوكاتور يعني الديفونس نتاعها تنجم برونابل ديفونس نتاعها وسط الميدان والهجوم قويين محمد وسط الميدان هجوم قوي وفما حاجه محمد عندهم اتاكون بيتير هذايا من ناميبيا هذاك يلزم يقراو له حسابه راهو مخطر برشا محمد مخطر يلزم اسبيرونس تو الماتش هذا يلزم كوردوزو يلعب ما يقولش راني في تونس يلزم تعرف تلعب ديفونسيف علاش محمد خاطر كان باش تولي تلعب وتعطي قيمه للمنافس اكثر من قيمته راهو باش يربحك صح دونك اليوم تحترم المنافس مش باش تخاف من المنافس والحاجه الاخرى محمد علاش هما تو يربحوا خاطر كي تبدا عندك تشد الكوره انت ايش يولي راك في الماتش انت تصنع اللعب في الميكرو خالد في اللي الميكرو اللي يجري في جره الكوره يتعب محمد مش كيما اللي عنده الكوره صحيح دونك اليوم يعرف يتصرف مع فماش ماتش مربوح دافونس. العربي سنقري مدرب الترجي الرياضي ميغيل كاردوزو يقول من حقنا باش نحلموا بالكبير نلعبوا بالكبير نلعبوا على امكانياتنا قدام جمهورنا. ممكن مدرب سان داونز يقول جمهور الترجي من احسن 5 جماهير في افريقيا وقادر يصنع الفرجه وياثر في المباراه ممكن وبو ممكن أيوة. وخال ممكن
يعرف اللي جمهور الترجي يصنع أيوة. العجب به. والماتش هذا يا سي محمد سانداوس تو نسمع في خالد يحكي على سانداوس يحكي على ريال مدريد مش سانداوس يعني راي جمعيات نحن في الأفريق مش ما نغلطوش راو نفس المستوى أنا تفرجت في الأهلي والزمالك وتفرجت في سانداوس آخر مرة وتفرجت في سيمبا وتفرجت في الترجي قرب لبعض دي نفس المستوى وما تعرفش شكون يربح رد بالك نفس المستوى اللعبة الكل عند المدربين أنا نقول مدرب ذكي يعرف الترجي كيفاش يلعب يعرف بيلعب يعرف يقرأ الماتش يلعب برزان الحاجة الباهية في الترجي عندها ديفونس وميليو باهي شوية يلزم يلعب بالخطة نتاع نتاع سانداوس هذه كما قالك خالد راهو دفاعيا ماهيش حاجة كبيرة برشا نجم الترجي ما يرميش روحه يلعب اخويا متوازن فما 90 دقيقة هوني و90 دقيقة غادي على كل حال انا نقول ترجي ينجم انا نقول على على لانه سانداوس ماهيش شو اسمه اللي لعبناه لها لاسيك اي ماهيش لاسيك ما نتصورش تسكر بالطريقة نتاع لاسيك باش تلعب شوية الكورة وتحاول باش تقدم لك وهذه راهي مخترة مش لا اما انا نقول ان شاء الله الترجي تلقى الحل يجي نقول لك حاجة ماهوش بالخوف الكبير من لا مش بالخوف الكبير فما حاجة ترجي ما خدمتش عليها شوفوا ترجي كل ماتش جيب برشا دي بالاريتي ودي كورنير حاول الترجي في الفترة جاي رأوا بالاريتي برشا يضيعوهم والكورنير برشا ما فماش تحس ما فماش خدمة على البالاريتي يحسنوا البالاريتي ترجي تنجم تماركي برشا بونتو حتى وحيد بليش ونمشي نتقابلوا قلت اللي باش يصنع الفرق في الماتش هذا هو ذكي المدرب كاردوزو مدرب ذكي ولا ذكي جدا ومن اعز المدربين واحسن مدرب توا في تونس موجود خالد مدرب ذكي كاردوزو ولا لا كل واحد ورايه اعطيني ذكي ولا مش ذكي مش ذكي خالد هذا مش ذكي خاطر يختار ماني نفهم كوره انا يا عربي عايش خويا اسمعني يا عربي انا كي نحكي قبيل على فريق بيسي معناتها تو ما فماش ماتش مربوع قبل قلت ما فماش في الكوب دافريك ماتش مربوع قبل لكن كي تلقى هذه جمعيه فيها سبعه في الافريق دو سود في الكيب منتخب جنوب افريقيا سبعه في الكيب ناسيونال راهو عندها قيمه محمد راهو كي تبدا تلعب كونتر جمعيه نحترموا الجمعيه اللي مقابلتنا ما نقزموهاش جمعيه باهيه اما مش معناها ما نجموش نربحوها حتى سبيرونس نجم تربحها ترجي كان حاضر غدوه كان حاضر ينجم يربحها كما قالك عربي يصير بالاريتي نجم تربح الحاجه الباهيه الترجي قاعده تقدم في المسابقات وقاعده تخلي في خالد تويتي وعربي سنقري يحلوا في في مردود الترجي ومردود كاردوزو ما انت باقي مقتنع بكاردوزو كاردوزو لو كان مش كاردوزو قاعد يربح يحكي عليه هو تو جمله كاردوزو كاردوزو مقتنع به مش مقتنع به شكون ربح هذا محمد شكون ربح يرجع ربح الكلوب ماشي فور ما ربح ليطوال باقي لعب كنت رحومه مع 0-0 مي ماركي بونتو كان كي فوت نتاع الادفيرسير اعطيني بالله يقرا الماتش احول الكيس نعطيك احول الكيس نعطيك احول الكيس علي احوال اعطي احوال كاردوزو احوال كيس تو سويت مع اي بالغايب وراجعين من 5 ل 7 متاع العشيه الدوامه بلوس مع محمد الخماسي على اي اف ام احلى غدو يا فهم على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم الحديث على اخبار دار منذ الدقائق تقريبا على مواقع التواصل الاجتماعي الاخبار يقول انه الغاء موسم الغريبه في جربه وتوضيح يجي من رئيس هيئه تنظيم الزياره السنويه الدينيه لمعبد الغريبه انه تقرر ان تنظم فعاليات الزياره الدينيه لمعبد الغريبه هذه السنه بالاقتصار على ممارسه الطقوس الدينيه داخل المعبد دون سواها وتجدد الهيئة تقديرها للجهود المبذولة من قبل جميع السلطات حتى تدور ممارسة الطقوس الدينية بمعبد الغريبة على أفضل وجه وستبقى تونس وجربة أرض للتسامح والتعايش بسلام ناخذ رأيكم نبدأ معك خلود القرار هذا والموقف هذا سليم ظهر لي بون الحقيقه سليم من المنظور اللي انت قريته توا اي مي انا ما نحبش نحكي في حاجه ما نفهمش فيها ديجا بوغ ايتر اونيت معناه مي نجم يقول سليم على خاطر مستحقين للسيكوريتي في البلاد سي فري كو سي ان ايفينمون توريستيك او ابري تو مي مستحقين للسلام في البلاد والتعايش مصالحين وتعايش وكل واضح حسنين القرار سهل الكلام الاول بدا على الغاء موسم الغريبه فوصولا للتوضيح هذا وتونس تبقى ارض للسلام والتعايش وناكدوا مره اخرى راهو الخلاف مش مع اليهود ما عندناش خلاف مع اليهود نحن اي نحن ما عندناش نحن مع اليهود نحن ما عندناش خلافات نحن لا مع اليهود ولا مع غيرهم
عندنا خلافات داخلية. أيوة. تونس تونس تونسي تونس. بيه. يعني نثبتوا في خلافاتنا وكن حلوا خلافاتنا نتولوا بهين. ثم يا أخي ما تعرف نحن في أيام يعني مواجهات وصراعات يعني محتدمة. وإسرائيل يعني متغول ومتوحش وفي ناس يعني ربما تخلط بين اليهودي والصهاينة صحيح. ولذا يعني ما نتفادى لهذا خلط واحتياطا وكذا أخذ احتياطات يجب هكا وقف حتى إن شاء الله العام الجاي ونحن نتعرف الغريبة هذه معناها يعني فيه المجرمون يعني العالميون يستهدفونها ويستهدفونها نحن معها أيوة. ولا تنسى يعني 2002 يعني فيه ناس يعني فجروا العملية هذه إرهابيين حقين عم ناول زاد وعم ناول زاد وكذا يعني ودائما يعني مستهدف مكان لأنه خارق العادة لأنه فيه مقترح بلا مثيل في الإنسانية للتعايش بين مختلف الطوائف والأديان والأفكار والجهات والعقائد والذلشنية حاجة خارقة للعادة هذا تونسي بحث فما ناس يحبوا فسدها ويحبوا يدمرها ويحبوا يخربها مش من مسألة كذا وفما ناس أخرين تفكر بطريقة أخرى أبش اسمه سيدة أحمد صافي سعيد مثلا كان ضيف في صديقتنا خلود مبروك لنسلم عليه في برنامج 90 دقيقة حكي على من بين النقاط في مشروعه الانتخابي الجزيرة جربة كيف يمكن أن تصبح برواية ولا بنظرة السيد أحمد صافي سعيد نسمع شنو قال ورجعين أنا جربة الجزيرة تتجاوز مساحتها مالطا مرتين أه؟ جربة سأجعلها منطقة دولية محايدة ونجيب لها ويسري عليها القانون الدولي في الاستثمارات وفي الأموال وفي نقل الأموال وملذات الأموال نجعلها كيما هونغ كونغ الصين دولة شيوعية عندها هونغ كونغ وعندها مكاو نجعلها كيما هونغ كونغ كيما دبي لحظة شوي قلنا علاش الاختيار الاستراتيجي وكيفاش باش تعمل علاش سهل جدا كيفاش هي تحت السلطة التونسية تحت العلم التونسي وتحت البرامج التعليمي التونسي وتحت الجيش التونسي وفي الأرض التونسية لكن هي يعني دبي اليوم كي تشتغل بمنطق الأسواق الحرة والمفتوحة يعني هي منزوعة من الإمارات ما هي جزء من الإمارات هونغ كونغ جزء من الصين أنا هذه جربة هل نسموها احنا عروس والسحر وما بعرف انا سنجعلها مدينه ساحره لكن ساحره لتونس كلها عن طريقها هي ستريق ستصبح الاموال تتدفق والاستثمارات تتدفق وتجد لها ملذات امنه ضمن في قانون دولي يتحكم في العمليات في عمليات النقل والصرف والاستثمار اليوم ما فيش واحد مستثمر يجيك دولي ويوجد روحه تحت قاضي ما يعرفوش يعني ما يعرفش قوانين ما يعرفش تشريعات ما يعرفش مزاجه هذه قراءة سيد أحمد صافي سعيد الجربة كيفاش كيف يمكن أن تصبح جربة مع المشروع هذا أيوة يعطيك الصحة سي محمد هو شنو يعني صافي سعيد راهو برشا ناس مش فاهمات شكونه راهو إضافة أنه روائي يعني أيوة. معروف يعني ديمونسيون معروف في العالم العربي كبار روائيين يعني يعني علاقاته عالية محمد حسين هيكل وغيره وغيره وحتى الرؤساء يعرفوا بالكدير بعض الرؤساء نعم عنده علاقات وصحفي يعني من الطبقة الأولى في العالم الصحافة العربية يعني مش كلام صحيح وأيضا يعني له اهتمامات بالدراسات الاستراتيجية وعنده ذهن واسع وفوق يعني عالي وعنده كتب حتى على الجيوستراتيجية وبارك الله فيه اليوم سمعت وهو قال على هذا الموضوع وموضوع نثمنه خارق العادة وحكي حتى على الجهات والأقاليم ايه وايوه قال الأقاليم والجهات ذيك فكرتي وكتاب مديته رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية وكذا يعني به اوكي علش ليه انا نقول انا مفكر ما لازم يعطينا افكار صافي يعطي صح خارق العادة ومدام فكرة جميلة وحبها رئيس الجمهورية وتكلم بالقداء على افكار بيه؟ يعني في مداخلته اليوم مع اختنا خلود خلود في 90 دقيقة تكلم يعني باتزان وبحكمة بدون تشنج لانه صافي شنجوه اي ضروري نقول الكلام الكلمات هذه باش نثبت امور ما دام طلعش حول الرئاسي وليش رئيس أيوة. ونرتبوا معه من تو يا حبيبي ايوه ها مالش نايه نلعبوا هو بعد يقولوا عليك هاك تقلب في الفيستا نقلب في الفيستا انا ما عنديش فيستا جمله يعني أيوة. زولتان زقتك هكا قلم يا عيني ايوه فهمتني عادي يا سيدي بصراحه والصافي هذه فكره معناها والاقاليم قلت لك هذا وحين يعطي ايضا فكره هذه نتاع هذه تفجير الطاقات وهذه الإبداع في الطرح
يا زلمة من هال يا أخي نحن عنا يعني اللي يسميه الصافي كيتش كيتش يعني عنا البوبالة والفضلات هذول اللي يتكلموا لا عندهم أفكار جوهرية خلاقة ولا حد شيء فكرة خارقة للعادة ثبتوا فيها يتطح وقال لك خاصة الجزيرة ذي أرض تونسية تحت سيطرة تونسية علم تونسي والجيش التونسي والأمور مريقلة يحلوا اللعب يعني خلينا نفهدوا يزينا على الثورة هذه ما جابت لنا إلا الحديد والنحس والشؤم والسواد ورجل غنوشي يا لطيف يا لطيف رجل غنوشي بعد شوي باش نسمعك غنية جديدة رجل غنوشي مرحبا السيد العربي سنقري شو رأيك في الكلام أنه جربت تصبح مليات ولا نقطة مختلفة على باقي نقاط الجمهورية التونسية تحب الصحيح أعطيني الصحيح حسن ما يقطعنيش تفضل كلمتين بركي أنا تفضل أنا أحسن هو قال جربة ردوها هونغ كونغ أنا الحل الأسرع والفعلي نهزوا سي صافي سعيد لهونغ كونغ خلي يشوف هونغ كونغ ويقعد في هونغ كونغ انت توا بالله تو مزيت عبيد جد عليها الكلام هذايا باش يرد جرب هونغ كونغ عندنا 60 سنه ما ردوهاش اسمها واحده سوق ما عملوا لها سوق اسبوعيه باش يردها صافي يا خاطر فما برشا بهاي خاطر تكلم فما برشا بهاي خاطر تكلم ما نقولش كيفك انت فما برشا بهاي في لا 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 سحسن فما برشا بهاي تسيب عليك يا سحسن تسيب عليك صافي سعيد تحكي عليه مصح في الهواء تعرف انت تسيب عليك تمسح في الهواء على الغنوشي يا سيدي يصحح لك بارك الله فيك على تصححت في الهواء يجب يصحح في الهواء على الغنوشي هونغ كونغ يصحح عليه بالرسمي ايش التونسي يقول له جرب باش ترد هونغ كونغ تعال تكون جد يا ولدي يزيوم ما تشدش على الحميه ما تصدقش الكلام هذا يا ولدي كذب على الناس يا ولدي صلي على النبي رد هونغ كونغ يا ولدي يزي انت عملت لها ساعه دراسه تكتب لي فيها ثلاثه ناطحات ساعات تغرق الجرب يزيوم الكذب يا ولدي واضح باه ايوه سي خالد فما حاجة اللي عجبتني محمد وكان هذا حتى اللي كما اللي يحكي صافي سعيد عنده قراءة متاعه وعنده حاجات هذومة محمد حتى كما تشدش رئيس كله غدو تنجم عندك أفكارك دولة كان الناس الكل مثلا كل واحد عنده فكرة وتنجم تتقدم بالبلاد مش معناه ما نعطي أفكاري كان كيشد رئيس يلزم الرئيس هذا يسمع العباد كما هذومة راي تونس تمشي لبعيد واضح شكرا لك خالد شكرا لك خلود لحظات يكون موجود بحذنا الشيخ محمد الياس المحرزي لكن مش نهيو البرنامج بغناية هبطت على الصفحة الرسمية للشيخ راشد الغنوشي هدية بغناية مهداة للشيخ ما نخدموش تجيب الغناية خلينا نتكلم باش ناخذوا الغناية وناخذ رايكم بسرعة عطينا شوية من الغناية شوية من الغناية لله درك راشد في الحق صوتك رائد كل الذين تطاولوا سقطوا وذكرك خالد لله درك راشد عقل وفكر نير بك نستضيء ونفخر لك في القلوب محبة وبكل ساح الغنية كاملة تلقوها على الصفحة الرسمية للشيخ راجل غنوشي على مواقع التواصل الاجتماعي سي العربي سنقري شنو رايك في المقطع اللي سمعته باهي اما ما جابوك عربي يا مريم خير من ما نتصنتيش انا باهي حسني هذايا التمثيل وذايا كانه اسماني تين اسم مسيل ماشي فيها ولدي فيق وتونس قالوا الناس تحب قريب يردوها لله درك راشد في الحق صوتك رائد اسمعني لا اله مش نقولش كلمه اخرى لا اله الا الله محمد رسول الله هذا اش نعرف واضح حسني بسرعه هو دوبا جا غنوش غنوا له طلع البدر علينا ومن بعد الشعب التونسي قال له يا سفاح يا قتل الارواح غنوا هذيك زاد وتوا هؤلاء نفرح له كي يغنوا عليه هكا حبوا يا اخي شيء خاطر هذا يعني هذاك عنوان النهايات بيه؟ يصبح يعني قدروا بالزباله هكا خلود الله يصبروا برا صبروا برا معناها واحد ياخذ من وقته ومن طاقته ومن الانرجي نتاعو باش يعمل غنيه على راجل غنوشي كيما هكا واضح رايكم خالد نو كومون نو ايوا شكرا لكم الفريق نهايه اسبوع سريعه الشيخ محمد الياس المحرزي بعد لحظات يكون موجود بحذنا في قريب من القلب